يلا حبيبي. طماطم المتبلة، عندي 8 طماطميات 6 زي ما حضراتكم تحبوا، جامدين طبعا. تعالوا بقى، فلفلتين حمر رومي، فلفلتين حمر ايه؟ رومي، فلفلتين حمر قرون، فصوص ثوم زي ما انتوا تحبوا طعم الثوم. عندي عصير ليمون، 4 معالق زيت، شبت مفروم، سمسم، كمون، بابريكا، ملح وفلفل. نسمي الله. يلا بينا حبايب قلبي، انا هروح بقى هناك. طبعا هحط الجلافز، ونخلي بالنا دايما من الفلفل لو حار. خلوا بالكم قوي يا جماعه، ايديكم ما تتحطش في عينيكم او على جلدكم، ارجوكم ما تفتحوهاش. لو هتضربوها في خط حطوها زي ما هي كده، والبسوا جلافز عشان لا قدر الله الحر ده لو في الايد ودخل لمس الوش يعمل التهابات شديده، او يدخل في العين لا قدر الله. هناخد فصوص الثوم، قرن فلفل احمر بقى، هم موصيني فانا ايه عايزه اتوصى بيهم بصراحه، وبعدين انا هبقى اديله ده متقطع على الوش. هناخد كده شويه من الفلفل الرومي القمر ده، شويه كده وشويه من ده حار، واحد بارد واحد حار. خلاص، الكزبره، شويه كمون حلوين، بابريكا، عندي ملح وفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي الليمون والزيت، بسم الله، حبة حلوين ليمون فيتامين سي كده، معلقتين زيت، حلو صح؟ يلا بينا، بسم الله. نهار ابيض رانيا، مبروك عليك يا رانيا، على ذوق ذوقك يا رانيا. يا نهار ابيض، شطشطه يا روحي. بصوا كده، حاضر يا روح قلبي، هنقلب تقليبه كده. دي بقى لما تسقع بقى وتيجوا تاكلوها بقى، يا نهار ابيض. وبعدين الصوص ده تقدروا تقطعوا فيه بعد يومين اتنين كمان وتحطوهم، مش هيقول لكم لا، مش لازم تعملوه من اول وجديد يعني، هي هتلاقوها سقعت وبقت طعمها تحفه. تعالوا بقى نحطيها حاجه خضرة كده، شويه شبت كده، ونقلب الخليط الحلو ده. مش شرط شبت، ممكن يبقى بقدونس، بس انا بقى عشان زعلتكم ما حطيتش شبت في البصاره، قلت اراضيكم واحط لكم شبت فين؟ في الطماطم. الشبت ده عايزه اقول لكم مضاد للجراثيم، مفيد جدا، كويس جدا لمرضى السكر جدا. بصوا، مفيد مفيد بجد يعني، اهو يا نهار ابيض. تعالوا بقى كده، شايفين الجمال؟ تعالوا، هاخد بقى ايه، لسه باقي لها حاجه بسيطه. تعالي بقى سنه كده، خليكوا معايا عشان الطلعه اللي جايه دي مهمه. الطلعه دي مهمه. بصوا بقى، رشه سمسم كده، يدعموا بقى الكالسيوم شويه، تستغربوش مش هتحسوا بيه، هيبقى طعمه تحفه. يلا بينا ناخد بقى ايه، اديني يا فندم، بسم الله. يا سلام بقى، ايه الله ما شاء الله، لو ساقعه بقى وجميله. هي الطماطم عموما طالعه ساقعه وروعه، شغل فاخر على الاخر. من الاخر ماشي، بسم الله، شغل روعه، هيعجب حضراتكم والله، ما هتبطلوا تاكلوها كده والله. الـ يعني فكره ان احنا نضربها كده للناس اللي بتتضايق من الثوم، صحيح. ما تخافيش يا رانيا، هيبقى ليها علاج، ليها علاج، ما تخافيش. حبيبتي، تعالوا كده ناخد بس ايه، رشه زيت بقى على الوش كده، تلمعها زيت زيتون. حاضر حاضر كده، يا سلام، الله اكبر، ورشه السمسم. حاضر حاضر، مسلسل امتى؟ حاضر حاضر يا نودي،
ما انا بقول زي الاعلان، ما تشتريه يقول لك حاضر حاضر. كان زمان بيجي قبل الفوازير ناسيه ولا ايه؟ انا مسلسل امتى؟ يقول له حالا. يلا بينا. ادي الطماطم المخلله،